كارتيرون بيواصل الانتصارات في المباريات الكبيره لنادي الزمالك، ونادي الزمالك بيقدر يكرر فوزه على بيراميدز للمره الثانيه السنه دي بعد ما فاز عليه في الدور الاول 2-0، بيكرر الفوز وبنفس النتيجه 2-0 عشان كارتيرون يواصل نجاحه في المباريات الكبيره. زي ما كنا بنتكلم دايما، كارتيرون عنده طريقه مميزه بيواجه بيها الفرق اللي بتبقى قويه في الاداء او عندها لعيبه تقيلة، ومباراة بتبقى ما يشبه مباراة القمة، بيعرف يتعامل مع هذه النوعية وبيعرف يطلع من لعبته أفضل ما عندها، والإفشنسي الإجادة في استغلال أقل عدد من الفرص اللي بتتاح للفريق قدام. دايما المنافس نادي الزمالك في المباراة دي بيبقى عنده فرص أكتر. تفتكروا لما حللنا مباراة القمة قلنا النادي الأهلي كان عنده ما يزيد عن 23 محاولة على المرمى جاب منهم هدف واحد، نادي الزمالك كان عنده 12 محاولة فقط على المرمى جاب منهم 3 أهداف. تاني نفس الرقم بيتكرر مع بيراميدز النهاردة له محاولات على المرمى 22 محاولة، 4 منهم صح على المرمى جاب منهم 0 أهداف. نادي الزمالك له 10 محاولات على المرمى، 4 منهم صحاح جاب منهم هدفين. وبالتالي ده يبين لك ازاي عقلية كارتيرون مستمرة مع نادي الزمالك في المواجهات من النوع ده. طيب النهارده كارتيرون فنيا كان عنده مشكلة كبيرة في نص الملعب، وهو غياب طارق حامد بسبب الإيقاف. كارتيرون فكر ازاي او عالج الامر ده ازاي؟ تعالوا نشرح مع بعض على البورد ازاي نادي الزمالك لعب النهارده. نادي الزمالك لعب بطريقه اقرب الى 4-1-4-1. ناس كتيره ربما لما تشوف الطريقه بتتلعب بالشكل ده يقول لك اوكي انا لو هلاعب زيزو في المباراه هخليه هو الهاف ديفندر، ولكن كارتيرون فاجئنا بانه حط فرجاني ساسي هو اللي قدام الاثنين مساكين. الإجابة ليه عمل كده؟ ببساطة عشان دايما البيلد أب يتعمل من عند فرجاني، يبقى دايما في ثقة عند الاتنين مساكين هم بيسلموا الكورة اللاعب، بيعرف يجيد الاستحواذ وبيعرف يجيد التمرير. وبالتالي كان اختيار فرجاني ساسي في وجهة نظري اختيار جيد جدا عشان يأمن ويدي الطمأنينة للاتنين المساكين بتوع الفريق، ما يضطروش ان هم يلعبوا الكرات الطولية ويتخلصوا من الكورة في ظل الضغط العالي اللي كان متوقع من لعيبة بيراميد ومديرهم الفني أنتي تشاتشيتش. وبالتالي نادي الزمالك قدر ان هو بالطريقة دي يأمن حاجتين، يأمن انه عايز دايما يخترق من الأجناب، عنده محافظ على الجناحين في اتنين دايما في كل جبهة، وفي نفس الوقت برضو زيزو وأوباما بيساعدوا مصطفى محمد في الشق الهجومي وبيزيدوا اللي قدام. على الناحية التانية تشاتشيتش لعب بطريقته المعتادة اللي هي الأربعة الاتنين تلاتة واحد، ولكن تخلى عن جون أنتوي من بداية المباراة ولعب بإريك تراوري كراس حربة عشان ينزل دايما في الواجب الدفاعي ويستغل القوة البدنية بتاعته. طريقة محفوظة لحد ما تشاتشيتش لعب بيها كتير في الماتشات المهمة برضو ولحد ما مغيرهاش. طيب نادي الزمالك كان عارف تماما ان نادي بيراميدز هيقدر يستحوذ على الكرة في نص الملعب بفضل ايه؟ بفضل السرعة وبفضل الضغط العالي. نادي بيراميدز كان بيقدر ان هو يضغط لعيبة نادي الزمالك في نص الملعب بشكل متواصل، بيقدر ان هو يستخلص كمان الكرة في المنطقة دي، ولكن لعيبة نادي بيراميدز كان في فعلا فرق فجوة ما بينهم وبين مهارات الفردية ما بينهم وبين لعيبه نادي الزمالك في ايه. مصطفى محمد شفنا ازاي اختراقاته في منطقه الجزاء كان على طول بيتاخر خطوه، ودي حتى بانت في الهدف جدا جدا جدا. الكوره لما اتلعبت من الجانب الايمن ربما المساك على طول بيجري عشان يامن، لكن مصطفى محمد راح عامل ايه؟ خطف المساك عشان يلحق يستغل الكوره لو جت يعني هنا اهو في القريبه، او انها يستغل فرصه ان الحارس اخطا وبالفعل جاب الهدف. فدي النهارده المهاره الفرديه. ربما نادي الزمالك ما لعبش على الاستحواذ، خليني اقول لكم رقم الاستحواذ اللي هتلاقيه برضو غريب جدا. نادي الزمالك على الاستحواذ واخد 47% مقابل 53% نادي بيراميدز. الباسنج نفسه نادي الزمالك ما اهتمش بيه، ليه؟ نادي الزمالك عمل في مباراه 320 باس بس، نادي بيراميدز عمل 483 باس، وده ياكد النقطه اللي احنا بنتكلم عليها ان نادي الزمالك كان سايب
بمحض ارادته زي ما عمل في مباراه النادي الاهلي منطقه نص الملعب للمنافس، ولا يفارق معايا خد الكوره اعمل بيها اللي انت عايزه ويكون او شكل عدد الهجمات. وبالتالي نادي الزمالك دايما بيعتمد ان انا النهارده اروح اخطف واجري اخطف واجري في الماتشات دي، وعشان كده حتى طبعا نادي الزمالك امنا في حته معينه انه برده بيستفيد من كم الفرص اللي بتضيع. يعني النهارده نادي الزمالك نادي بيراميدز اشيد بيه في حته مهمه جدا، انه كان الكره الطوليه اتعملت في الشوط الاول لما كان نادي الزمالك بيتقدم في الهجوم وبيعمل مصيدة تسلل اتعملت حلوة قوي 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 بالطريقة اللي كان اعتقد فايلر كان نفسه يعملها مع في مباراة القمة بس ما عرفش. النهاردة شفنا اريك تراوري بيهرب كتير من ورا المدافعين وبيسرع المدافعي نادي الزمالك في الكرات الطولية وكسر الاوفسايد جيم في كذا كرة، لكن الحظ خانه في الفينشنج. دي نقطة تحسب لنادي الزمالك اللي دايما بصراحة في الماتشات دي بيقدر يستغل ان الفريق اللي قدامه بيضيع كم هائل من الفرص ما بتخليهوش يلعب تحت الضغط. يعني نادي الزمالك في ماتش الترجي في السوبر ما لعبش تحت الضغط، هو كان متقدم. المباراة الوحيدة كان مضغوط فيها ماتش القاهرة لما نادي الترجي تقدم بهدف نظيف الاول لكنه بعد كده قدر يرجع ويجيب 3 اهداف. مباراه تونس ما ضغطش، ربما ضغط لما فريق الترجي جاب الهدف، ولكن النتيجه نفسها نادي الزمالك قدر يخرج بيها بشكل جيد وفضل محافظ على الدفاع. مباراه النادي الاهلي برضه نفس الفكره، نادي الزمالك هو المبادر بالتهديف. مباراه بيراميدز في الدور الاول هو المبادر بالتهديف، مباراه بيراميدز الحاليه هو المبادر بالتهديف. فبالتالي معظم مباريات نادي الزمالك هو اللي بيبادر بالتهديف فبيلعب وما عندوش ضغط على عكس المنافس اللي بيلعب وهو متاخر. وبالتالي بنشوف في ارض الملعب ان ربما الافكار بتكون متكرره، ولكن ميزه نادي الزمالك انه او لعيبه نادي الزمالك الكواليتي يا جماعه عالي قوي، الكواليتي عالي جدا. وتاني اكرر ان النهارده مثلا ونجم وبن شرقي ومصطفى محمد ما جريوش كتير، ما تحسش انهم تعبوا، ما تعبوش، بس في تركيز في الهجمه، في تركيز في الفرصه، في تركيز ازاي النهارده افنش. حتى شفنا الكوره اللي خدها بن شرقي وتوريك، ربما بن شرقي كان غايب جدا جدا الشوط الاول، مش شفنالوش حاجه خالص طوال الشوط 45 دقيقه الاولى، ولكن جه في نهايه الشوط ونشوف التاخير نفس الحركه اللي بيعملها دي. ده تفكير، ده شغل مدير فني في التدريبات، ازاي النهارده لعيب هو بيجري بيقلل من سرعته عشان يسرق المدافعين. مش شرط عشان اسرق المدافع ان انا اهرب منه وابقى اسرع منك، لا، انا ممكن اسيبك انت تجري وانا ااخر نفسي. ودي الكوره اللي عملها بن شرقي في نهايه الشوط الاول، وشفناه ازاي سرق المدافعين اللي ضحك عليهم خلاهم كلهم دخلوا منطقه الجزاء وهو استنى الكوره بره وشاط التسديدتين بس كان حظه سيء. نشوف حتى هجمات نادي الزمالك فعلا رغم اللي انا قلت 10 هجمات على المرمى منهم 4 بس صحاح، بس الهجمات خطيره، الهجمات فيها تركيز، وده شغل كارتيرون. نادي الزمالك بيقدر ياخد خطوه جيده جدا لاخذ المركز الثاني في الدوري بعد ما تساوى مع نادي بيراميدز في النقاط 45 نقطة، طبعا نادي الزمالك مخصوم منه 3 نقاط بسبب ماتش الانسحاب، ولكن اكيد نادي المقاولين بعد فوزه على المصري 2-0 وهو منقوص من لاعب كان بيلعبه 10 لعيبة لعدد دقائق كتير جدا فوق ال 85 دقيقة وكسبوا 2-0 يبين لك ازاي نادي المقاولين فعلا مركز قوي على المركز الثاني. المنافسة على المركز الثاني اكيد هتشتد في الاسابيع الجاية، ولكن النهاردة انتصار مستحق جدا لنادي الزمالك على نادي بيراميدز، وبيكرر الانتصار. وتاني تحية لكارتيرون وإجادته في التعامل مع الماتشات الكبيرة. شكرا جزيلا ليكم، كان معكم كريم سعيد.